سجلت شركة سوني براءة اختراع لروبوت يراقب اللاعب خلال اللعبة ويتفاعل معه بحسب انفعالاته. الهدف من هذا الروبوت هو ترفيه اللاعبين اللي يلعبون لحالهم أغلب الوقت، وبكذا الروبوت يشجعهم في الانغماس بالهواية أكثر. الروبوت فيه وحدة تحاول تستشعر مشاعر اللاعب حتى تعطيه ردة الفعل المناسبة. لو صار هذا الروبوت منتج حقيقي وتم إصداره، هل راح تشتريه؟ موقع فيديو جيم كرونيكلز اللي سرب الكثير من أخبار الألعاب في الماضي أكد في تقرير جديد أنهم تواصلوا مع مصادر مطلعة أكدت لهم أن الكشف الكامل عن البلايستيشن 5 وألعابه مخطط يكون في شهر مايو القادم، إلا أن تفشي الفيروس أثر على خطط الشركات وهذا ممكن يخلي سوني ما تلتزم بالخطة الأصلية. وأكد التقرير بأن مايكروسوفت برضو عندها إعلانات في شهر مايو. في تسريبات في الفترة الماضية وضحت أن PlayStation 5 بينزل عليه الجزء الثاني من مارفل سبايدر مان، وفي الفترة الأخيرة جت تسريبات من موقع ريدت وضحت أن اللعبة تبدأ بمشهد تحليق حول المدينة يستعرض الأجواء الشتوية فيها، الثلج يتجمع على ملابس سبايدر مان وبعضها يطيح على الأرض لما يتحرك، ظهور ثلاث حالات طقس مختلفة، مطر خفيف، ثلج خفيف، ثلج كثيف، واللعبة ككل بتضم سبع حالات طقس ديناميكية. أحداث اللعبة تدور على فترة زمنية أطول من الجزء الأول وفيها مهمات جانبية توضح الطبيعة الودودة لشخصية سبايدر مان، وتم استعراض قتال ميستيريو، واللعبة بيكون فيها شجرتين مهارات للتطوير. في الكثير من التسريبات حول لعبة أساسن كريد الجديدة في الشهور اللي فاتت واللي قالت بيكون اسمها راجناروك، أما بعض المصادر الثانية فاقترحت الاسم كينغدوم، لكن شكل الكشف عن آخر إصدار لهذه السلسلة بيكون قريب على حسب أحد المسربين في الصناعة شينوبي، واللي لمع في تغريدة عن قرب موعد الكشف للعبة. شاركونا بالتعليقات وتوقعاتكم عن الجزء الجديد لأساسنز كريد. مايكروسوفت عندها أسطول من فرق التطوير التابعة لها واللي كلها تشتغل على مشاريع جديدة للإكس بوكس سيريس إكس. واحد مسربين الأخبار على ريدت شاركني بمجموعة من المعلومات حول المشاريع في هذه الاستديوهات. لعبة هيلو إنفينيت في المراحل الأخيرة من التطوير وبتصدر مع الجهاز. فورزا موتور سبورت الجديدة بتكون ريبوت للسلسلة. بلاي جراوند جيمز يشتغلون على لعبة فيبل 4 اللي بتصدر في 2021 أو 2022 على حسب الظروف. فريق التطوير كومبوزيشن يطورون لعبة رول جديدة بتصدر في 2021، وتم الاستحواذ على فريقين تطوير جديدين وحتى الآن ما أعلنوا عنهم.